مشاهدي ومتابعي القاهرة 24 في كل مكان، أهلا بيكم في لايف جديد معاكم نرمين سعد. في الحقيقة اللايف النهاردة محزن، ويعني وقع مؤسفة. الحاج إبراهيم كان عنده بيت 3 أدوار، والبيت فيه ورشة وصندرة، ومراته زوجة الحاج إبراهيم كان عندها أرض مكتوبة باسمها، فقالت له تعالى نبيع البيت ده لأنه في منطقة مش حلوة، ونروح نبني الأرض اللي باسمي بيت ونعيش فيه. فهو قال لها طيب، باع البيت بتاعه ال3 أدوار ما عدا الورشة والصندرة، وطوعها وراح بنى بيت 4 أدوار على الأرض المكتوبة باسمها. وبعد ما شطب البيت وبناه وظبطه، طردوه في الشارع وقالوا له يلا بره، ملكش حاجة عندنا. ولاده طردوه، ولاده عايزينه يبيع الورشة اللي احنا بنصور منها دلوقتي اللي هي فضلاله من البيت، قالوا له باعها عشان عايزين فلوسها. قال لهم لا، دي فيها شغلي لان هو منجد. فقالوا له احنا يا تبيعها يا تطلع بره وملكش حاجه عندنا. فرفض، فطردوه من البيت وقالوا له ملكش حاجه عندنا عشان البيت ده باسم ماما وبتاع ماما، لان الارض بتاعت والدتهم. طبعا احنا دلوقتي معانا الحاج ابراهيم اللي هيحكي لنا بقى التفاصيل كلها، ويحكي لنا ونعرف منه ايه الموضوع. اهلا بيك يا حاج ابراهيم على القاهره 24. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. ايه الموضوع؟ ايه الحكايه؟ الموضوع والحكايه ان احنا كان مراتي المدام بتاعتي كانت ورثه حته بيت ارض بيت، فانا هديته وبنيته، فانا بعت الشقه اللي عندي دي كلها تمليك، وبعت وشطبته تشطيب عالي، واخد بالك؟ وبعد ما شطبته قعدت فيه 5 ايام تشطيب، بعد ما شطبته بت فيه 5 ايام. فلما بت فيه 5 ايام ما يعني استعروا مني، قال لا بقى ما عدتش بقى ايه انت بقى ما عدتش من مستوانا بالسلامه. فلما مشيت فاجم ياخدوا الشقه ديت، هو واقتدار اجى المكتب اللي هي الورشه والصندره، هو واقتدار كده ياخدوها علشان يبقوا احنا هنبيعها. فهتبيعها. طب كان عايزين يبيعوها ليه؟ بقول احنا محتاجين فلوس وهنبيعها. يعني انت دلوقتي بعت البيت بتاعك ال3 أدوار ما عدا الورشه، ما عدا الورشه الصندره، الورشه اللي احنا فيها دلوقتي. تمام. والصندله، صندله يعني حاجه بتاع صغيره يعني. فهم عايزينك كمان، وبعد ما انت بنيت لهم البيت اللي هناك، الارض اللي هناك 4 أدوار وشطبته قالوا لك بقى تبيع الورشه دي وناخد فلوسها. فقال لك طيب، وانا وافقت ان هم ياخدوا الشقه واروح ابات بقى معاهم بقى نرجع تاني. فلما رحت تاني الولد قام جردني من عندك. ولاد قد ايه حاج ابراهيم؟ عندي ولد وبنتين، ولد محامي والبنت التانيه محاميه، وواحده في التمريض. زوجتك بتشتغل؟ موظفه. تمام. كمل لنا بقى ايه اللي حصل. وبعدين فلقيته قام جردني وقال لي ايه بالسلامه، امها هتشتكيك، امها هتحبسك يا باشا، امها هتحبسك يعني يا باشا. يعني انت كنت رايح البيت الجديد؟ بقى في بقى داخل بقى بعد ما خلصت وداخل بقى تقعد فيه. فلقيت ابني زي ما قلت كده، فلقيته قام جردني من هدومه كده وقال لي بالسلامه بقى، ما امها هتحبسك يا طب باشا. طب ليه بقى؟ مجرد انت رفضت ان انت تبيع الورشه؟ رفضت ان انا ابيع الورشه. فدخل الحاج محمد الجيار ابن عمي اللي هو اللي بره ده، اجى يتدخل بيه، فهم بقى قالوا عليا كلام مش كويس. فالحاج محمد دوت يبقى ابن عمي وابن عمتها.
فهو فقال لابراهيم ده نزل خلاص بقى، انت استعروا منك ومش عايزينك، فما ما عادش ينفع نتكلم في الموضوع ده لان هم برضو احرجوه. فمش عارف بقى انا اعمل ايه يا استاذه، يعني هم قالوا لك ايه لما انت رحت البيت؟ قالوا لك احنا خلاص مالكش حاجه عندنا؟ مالكش حاجه عندنا. فبص بقى لقيت ايه، الشكايات جايه بقى، لقيت ايه؟ الشكايات قواضي. قواضي جايه. مين رافعها عليك؟ هي اللي رفع مراتك؟ وابني. مراتك وابنك؟ رفع علي قضيه نفقه وقضيه تبديد عفش طب تبديد عفش ازاي انت مطلقها؟ لا مش مطلق بقى الوقت. فانا مش عارف اعمل ايه، انا حد يقول لي على حل. يعني هو تبديد عفش. انت دلوقتي انت اللي بنيت البيت الثاني اللي على ارضها. اللي على ارضها. انت اللي فرشته وانت اللي عملت كل حاجه. وفرشت وجبت السرجيه وفي شهاد للسرجيه اللي دهنوا العفش والسرجيه اللي دهنوا الباب والشبابيك، لان اللي كلها استر استرجيه، حاجه عامل لهم يعني حاجه على مستوى عالي. فهم بقى لما يشوفوا بقى هم في العالي كده وانا كده منجد بشتغل في الشغل القديم. يعني هم زعلانين من شغلك؟ هم قالوا لك قبل كده سيب الشغل ده كفايه كده واشتغل حاجه تانية؟ يعني هم زعلانين من شغلك؟ طيب انا ما اعرفش اعمل مع الشغل اللي شغل. هو ربنا طب انت ربيتهم من الشغل ده وكبرتهم معترضين على ايه؟ بتشتغل بالحلال وانا عايز اقول لك حاجه، الولد اللي هو اللي بيستعر مني ده انا طلعته عمره، طلعته عمره قبل الكورونا، انا مطلعه عمره هو ووالدته وطلعتهم عمره. طب هو عايز يبيع البيت، عايز يبيع الورشه ليه؟ يعني انت بنيت له شقه. انت بتقول البيت الجديد اربع ادوار، يعني هو له شقه فيها، له شقه وصندوق ومكتب. طيب هو عايز بقى ايه من الورشه؟ ما هو بقى هو بقى في حاجه غل بقى، غل هي ليه كده؟ يعني مش يعني عارف. عايز ايه من الورشه؟ عايز يخلص منها ليه؟ مش عارف. واترمى في الشارع بقى، مش عارف. قبل ما تترمى في الشارع هو عرض عليك ان انت تبيع الورشه ليه؟ وانا رفضت. ليه بقى؟ عايز بقول لك لا احنا نبيعها. واقول له طب انا اعمل يا محمد، طب حتى لو احنا لو اعملهم نسيبهم لان ماليش معاش ولا ليا حاجه، لان انا ما فيش عندي تامين. قال لي ما انا هبيعها. يعني هو عايز يبيعها، محتاج فلوس ولا لمجرد ان هو مش عاجبه الشغله وعايز يخلص من الورشه؟ هو عايز يخلص مني على بعضي. عايز يخلص مني. يعني احنا برضو عايزين نتكلم عن سبب الخلاف. هو محتاج فلوس، فهو هيبيع الورشه. طب هيحتاج فلوس هيعمل بيها ايه؟ أين العربية اللي هو راكبها؟ أنا دافع له فيها من لحم قلب 40,000 جنيه. أنا دافع له في العربية اللي راكبها ليه 40,000 جنيه؟ يعني أمه دافعة 100 وأنا دافع 40,000 جنيه. يعني أنت علمته وكبرته وجبت له عربية وما بخلتش عليه، ما بخلتش عليه وعامل له شقة ومطلعه عمرة. طب ما أنا بخلت، يبقى أنت ظلمتني كده. أنا بخلت عليهم، بخلت عليهم في إيه؟ تقول لي بعمله بعنف، عامل بعنف عمره في حياتي، عمره في حياتي ما ضربت عيل. قال اشخط فيا اكلمه. طب يا حاج ابراهيم احنا عايزين نعرف ولادك وهم صغيرين انت كنت بتعاملهم ازاي؟ والله بشوفي زي ما ربنا قال والله. وزوجتك بتعملها ازاي؟ والله العظيم ده لما كانت تعيا بتهبل وراح لاني بجيب لها العلاج، في علاج من الجدول لها، انا بفتش عليه واروح اجيبه، وافتش عليه واروح اجيبه واديه واجيبه له. لا حول ولا قوه والله. ويعني وحتى لو امر الظروف ولا حاجه وكلمتها هتقول لك والله العظيم بما يرضي الله. يعني انت كنت بتعملها بما يرضي الله، امرأة ربنا في زوجتك واولادك. يعني ما كنتش قاسي عليهم، ما كنتش حارمهم وهم صغيرين. والله ما حارم حد منهم ابدا. كنت متحمل مسؤوليه اولادك وعارف يعني ايه مسؤوليه ويعني ايه اولاد ويعني ايه احتياجات بيت. والله العظيم في سماء والدنيا كلها تشهد، والدنيا كلها. انا عايزك تسالي حتى جيراني. انا طب انت دلوقتي حاج ابراهيم عايش فين؟ انا عايش هنا في الورشه دي. في الورشه دي. في الورشه دي زي ما حضراتكم شايفين. دي الورشه اللي الحاج ابراهيم عايش فيها دلوقتي. طب والصندرة؟ الصندرة أوضة يعني فوق الورشة. أوضة دلوقتي. يعني أنت ليه مش عايش في الصندرة؟ ما طب أنا قاعد بقعد طول الليل قاعد هنا لوحدي، أنا بخاف لأن أنا عندي السكر والضغط، والضغط بيعلى عليا. ده الضغط بيعدي عندي ال 230، ال 200 واللي تحت. يعني محتاج حد يرعيك. فالناس هنا بيقول لك ما تطلعش، تطلع هقعد بقى هنا
لغايه لما الساعه تيجي واحده ونص ولا حاجه اسمع الفجر اقوم نازل. عشان ما تطلعش تفضل قاعد. ايوه لوحدك. قاعد الواحد اللي بيقعد افكر بقى ده لو قلت لو دي الورشه بتاعت عم ابراهيم اهي. دي الورشه بتاعته اللي فيها شغله. طبعا راجل بيشتغل بالحلال ومنجد وبيت ملك وعامل لهم بيت اربع ادوار وجايب له عربيه وفاتح له مكتب. يعني انت ما قصرتش معاهم، مش حارمهم، مش مخليهم محتاجين، لا بتتعامل معاهم بالود. والله يعني بما يرضي الله، والله العظيم يعني كده. انا كنت احرم نفسي من لبس واجيب لهم اللبس. يعني احنا بنشوف ابهات بتبقى شايله ايدها من مسؤوليه ولادها، ملوش دعوه بمين عيان، مين محتاج علاج، مين كل، مين ما كلش، مين محتاج هدوم، مين محتاج شايل ايده من كل حاجه، ملوش دعوه باولاده. ومع ذلك احنا مش بنقول مبرر لعقوق الوالدين، ولكن هما دايما بيقولوا ان اللي انت بتزرعه في ولادك بتحصده، فعشان كده احنا سالنا انت زرعت ايه في ولادك وهما صغيرين. انا مش عارف بقى اذا كان ده ابتلاء من عند ربنا ومش عارف. انا مش عارف. ما كل بيقول لي انت لما اكلهم حرام، ما انا بقول لك اهو بصراحه. لا انت راجل بتشتغل بالحلال اهو، بقول لك انا مأكلهم حرام كذا، واقول لهم يا جدعان في حد يقول لي انا مأكل عيال حرام؟ انا نصبت على حد؟ انا دي اكلت حد غصب مني؟ الناس كلها تشهد بكده، ما فيش حد جاي لي على جناه. بل انا مديون في البيت اللي هناك الجديد دي في 50,000 جنيه كمان اللي انت بتشطبته وانا عامل اشد. وكمان لما من عايز اقول لك حاجه برضو استاذه، اجوا من ورايا وساعه حصل المشكله بتاعت الصندله وكده والنجده اجت. كان حصل ايه في الصندره؟ كان عايزين يبيعوها. هي والورشه، هي والورشه يبيعوها كده، اخدت بالك؟ تمام. فلما قلت لها مفيش حاجه تتباع اجت النجده. النجده شافت الواقعه قال لك كله يركب معايا. رحت بقى. طب هم هيبيعوها ازاي غصب عنك؟ هو مش لازم انت اللي تبيعها وتخلص الاوراق وكده؟ ما انا هقول لسيادتك حاجه، انا قلت كله لعيالي، انا قلت كله لعيالي. يعني انا كنت بقول ايه، كل الحاجه اللي انا املكها بتبقى لمين؟ لاولادي. اللي انا اقصده ان البيت باسمك. هل ينفع حد يجي ياخد حاجه بتاعتي وانا ما اديتلوش توكيل رسمي او ان انا اديت له ورقه؟ لا لا لا، انا قلت ما هو هي لعبه وبيلعبوها عليا، لعبه وبيلعبوها عليا. لقيت المسلم طب يمضي بقى بعدين. فلما لقيته بقى واقف، يعني انت مضيت لهم على ورقه؟ ما مضيتش على حاجه. لا 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 لا، ما مضيتش. امال جايين يبيعوه ازاي؟ يبيعوها؟ لا ده هي لعبه وعاملينها عليا، لان المكتب هو اللي عشان جاي عشان محامي. المكتب هو اللي جاي. تمام. المكتب بتاع المحاماه هو اللي جاي بي. طب قول لي حاج ابراهيم، انت فضل. عايش ازاي؟ بتاكل ازاي؟ هدومك بتتغسل فين؟ عايش ازاي؟ احنا اللي هنتكلم عنه. احنا والله احنا اللي السؤال ده. طيب اتفضل، احنا معانا جيران الحاج ابراهيم. اتفضل اتفضل حضرتك. جيران الحاج ابراهيم. يعني يا استاذه اللي انا عايز اقوله. جيران الحاج ابراهيم معانا دلوقتي، اهلا بيك على القاهره 24. احكي لنا بقى الحاج ابراهيم دلوقتي عايش ازاي؟ دوركوا ايه معاه في الازمه دي؟ والله يا استاذه اللي انت شايفاه الاثر يدل على يعني الاثر يدل على المسير والبعره تدل على البعير. الاثر يدل على المسير والبعره تدل على البعير. يعني المثال هو قدامك. المثال ان ده راجل امبارح كان الضغط بتاعه انا قايسه الله وكيل كان 190 على 94 امبارح. طب كل دي من ايه؟ من الظروف اللي هو فيها. يعني حتى لو هو كان مقصور في حرب، اسرى الحرب بيجيبوهم وبياكلوهم وبيشربوهم. طيب قول لي بقى دوركم ايه كجيران ومعاك الازمه؟ ما هو انا هقول لحضرتك، الراجل ده اصلا ربى تربيه العالم العالي، ربهم تربية، ضيع صحته وضيع عافيته وضيع وقته وضيع كل ما يملك في حياته علشان يوصلهم اللي هو فيه. أنا جاره عندي بيتي هناك وجاره هنا في بيتي هنا. أنا الراجل ده كان فرحان بالبيت اللي بناه واخدني معاه ووريني شقة ابنه، قال لي ده المكتب بتاع ابني المحامي اللي أنا عامله له، وفرجني شقته وفرجني، وأنا كنت فرحان له حقيقي. راح هناك يا دوبك لسه جديد، ما قعدش بضع ايام، وقال له يلا من هنا يا باشا. انا بقول لابن عم ابراهيم ولا اذكر اسمه، بقول له ربنا قال له في كتابه العزيز وبالوالدين احسانا. ده حتى يا سيدي لو انت اعتبرته، لو انت واسرتك، وبقول لك
قبل ما هقول لك تعمل ايه، ربنا قال لك في كتابه لو اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حتى لو كان دخل شيطان في ناس اتكلمت بطريق الخطا او بطريق الشيطنه تبين. احنا الوقت بنتكلم ليه؟ عشان ربنا زرع فينا الحب له، لان ربنا سبحانه وتعالى نادى جبريل اذا حب عبد. الحاج ابراهيم دلوقتي بياكل ازاي؟ بيشرب ازاي؟ هدومه من ما هو انا هعرفك، ما هو ما هو انا اعرف حضرتك الوقت زي ما انت شايفاه كده، المثال بيدل مش عايز اجابه، الاجابه عند حضرتك انت. الاجابه ده راجل قاعد اهو الحمام اهو، وده هنا اهو، وهو بيطلع بالليل اصلا راجل مريض، لما بيطلع فوق بيطلع عشان يتوضى ويجي نروح نصلي الفجر. اللي البيت اللي جنبه اللي الحاج محمد دوان او الحاج اسامه ده، الحاج اسامه ده والناس كلها بتساعده، بتساعده في علاجه، بتساعده في اكله، بتساعده في حاجته، لان لا يقدر على الشغل. لا ما هو عنده سكر وعنده ضغط وعنده لا عنده قادر يشتغل، لان هو اصلا اللي اشتغل به في حياته ضيعه، صحته راحت، صحته راحت عليهم. فانا بقول لهم هو مش عايز منكم حاجه، انا انتوا سيبوه حاله، ده راجل عايز يؤمن ان هو يبقى عنده امن. يعني حضراتكم اللي بتغسلوا له هدومه وبتجيبوا له اكل كلنا حاجه، احنا بنطلب منهم حاجه واحده بس على الملأ، بنطلب منهم بنقول لهم ده عايز يبقى في امن. حرام لما يبقى ابن يخوف ابوه، ده حتى لو ده هو يعامله معامله المساكين، ساعده ساعده، ده راجل محتاج المساعده من اي حد دلوقتي، محتاج المساعده ليه؟ لانه غير قادر على العمل، راجل مريض، وربنا قال وبالوالدين احسانا. انا عايز اقول له كلمه، عايز اوجه له كلمه، ما تستعجلنيش، عايز اوجه له كلمه، بقول له يا محمد الحق نفسك، بقول له يا ابن عم ابراهيم الحق نفسك والحقوا نفسكم وصالح ابوكم، حتى ربنا سبحانه وتعالى يغفر لكم ما مضى، اتقوا الله فيما بقى يغفر الله لكم ما مضى. ده اللي انا عايز اقوله، بوجه كلامي للاسره، الاسره الطيبه اللي هو علمها. نتمنى طبعا ان هم يشوفوا اللايف دلوقتي، وان هم يعني يراجعوا حساباتهم مع حاج ابراهيم، لانه ما بخلش عليهم، يعني كان متحمل مسؤوليتهم، كان اب بمعنى الكلمه، بناء على كلامه وكلام الجيران اللي عارفينهم من سنين، انه بنى لهم بيت وجاب لهم عربيات وفتح لهم مكاتب، يعني ما بخلش عليهم، ما كانش الاب اللي بيرمي ولاده، ما بيتحملش مسؤوليتهم، بالعكس كان اب محترم بيراعي ربنا في ولاده، ما كانش قاسي، عمل لهم كل اللي نفسهم فيه. فما يكونش ده رد جميل لابوهم في السن ده، ان هم يرموه لوحده وهو لسه بيحبهم، وهو لسه باقي على ولاده، لسه بيحبهم، والحاجه اللي عندهم لهم، ما هوش لحد تاني، الحاجه اللي عنده لهم. سنان يا استاذه، من السنان مش زعل وسنك ايام ده، اضغط عليها كده تضرب عملت طقم سنان، فطقم السنان من الزعل تاني بعد ما تركب طلع بايظ، اتكسر طلع بايظ، قال لك ده ملتهب. الله يا حاج ابراهيم طبعا، يعني انا عايز الرأفه، انا عايز الرأفه والرحمه، يعني ارحموني، بلاش البزله بتاعت المحاكم. طب انا بيجلنا في المحكمه ليه بعد السن ده؟ عايزين ايه؟ طيب يعني خدوا البيت وخدوا طيب انا عايز ابقى امن، وانا لما اموت تعالوا خدوا الحاجه ديت، خدوها، انا مش عايز اقول له يا ابني اللي انت خدت الكمبروسه، اللي انا بسدلك بيت دين، ده انا بسدلك بيت دين، ده دين 50,000 جنيه مش 5,000 جنيه. والحمد لله اولاد عمي ساعدوني في سداد الدين، ولاد عمي ساعدوني في سداد الدين، فهذا الكمبوسه اللي بشتغل بيه خده، وخد مكنه الخياطه، وخد الطبيعه. طب ليه انت بتعجزني ليه يا ابني كده؟ يعني هو خدهم باعهم لمجرد انت ما تشتغلش بنجد؟ ما مش عارف بقى التهيؤات دي بقى ليه كده؟ عايزين يعزوا عشان تبيع الورشه، ليش معدات تشتغل فيه؟ يبيعوا الورشه وبيعوا المكان اللي هو فيه، هم نفسهم بيعوا الورشه والمكان اللي هو فيه وترمى في الشارع وبس، هم دول اللي هو عايزينه. لوحده يا استاذه كل يوم على الله يجي له جواب، كل يوم جواب يجي، فين ابراهيم الجاي اقول له؟ في كل يوم على الله. بس احنا عايزين بس يخليه، بس يسيبوه في حاله، بس بيعدلنا كده. يفتكروا حاجه بس، حاجه حلوه بس عملها معاهم، ما يفتكرش ابنه ده ان شاله على كتفه، بنته ما تفتكرش. خلاص الرحمه اتنزعت من قلوبهم. ايه سبحان الله، ما عادش في رحمه في الدنيا خالص. ده 35 في ايه؟ 35 وبعدين دي بنت عمته. بنت عمته يا استاذه. يعني يا استاذه 35 سنه، يعني 35 ده عمره، ده اللي بياخد مؤبد ما بيقضهمش، بيطلع فلوس المده.
طبعا يا حاج ابراهيم احنا في نهايه اللايف بنقول لك ربنا يزيح الغمه ويا رب يفارق كربك. يعني وطبعا احنا بنناشد اولاد الحاج ابراهيم ان هم يراجعوا حساباتهم، لان ده ابوهم اللي ما بخلش عليهم ورعى ربنا فيهم وفي زوجته وعمل لكم كل حاجه حلوه، بدلكم بيت وامن مستقبلكم وعلمكم ورباكم، فما يبقاش ده جزاؤه في يعني في السن ده. وطبعا انا بشكرك جدا يا حاج ابراهيم على الله يخليك على لقاءك النهارده. الله يخليك يا استاذ، يا رب كده. بس انا عايزهم بس يسيبون الحالي، يسيبون يسيبون الحالي، ولما اموت تعالوا خدوهم. يعني بدل ما اروح ربنا يبارك في عمرك يا حاج ابراهيم. يعني مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان بشكركم على متابعه اللايف، كانت معاكم نرمين سعد القاهره 24 من محافظه دمياط.